شوكلت فيلي، المفروض شوكلت فيلج بس يلا هم يقولون شوكلت فيلي. شوف هلو، شوف المكان كيف. المكان وايد حلو، شيء عجيب. شوفوا طلبنا هاي شيء غريب، يوه دبدوب فوق، الله حلو. وماهيتو بس البرزنتيشن. حتى تشوفوا ديتيلز داخل المطعم كيف، فلامينغو وال بيردز. حتى محيطه مهيته وايد حلو. شوفوا اوكي، توم يوم بيزا عجيب وبطاط. يينا شوكلت فيلي مسوين نفس هالوين، نفس هالوين يعني مسوين جو هالوين قصدي. شوفوا حلو. انا اي ثينك هالوين بعد اسبوعين فهم من الحين بادين. شيء وايد كيوت، أولنا دولفين شي طالعين وزيتسكي. بصراحة المكان ويا هال يكون أحسن. يعني هذا المكان صدق يظل شيخ سلام ميون.
يلا خلاص بنطلع من شاكرة فيلي. أنا على بالي إن كل هذا البيت يكون عبارة عن شيء عن شوكت فاكتوري، بس لا، هاي كلها طلع مطاعم. كلها مطاعم طلع، وتقول بني نحلي هني وانا بناكل سويته هني. شوفي شوفوا هذا من شوفي كنال اتس مطعم، هذا شو ريفر سايد مطعم، كلها مطاعم ما يخصها شيء في الشوكولات اصلا. يلا خلاص تعشي غدينا مرة ثانية ونطلع خلاص. ما في شوكولات في السالفة، على بالي بني بناكل شوكولات كريب، بس يلا عادي شفنا شيء جديد ومكان جديد. بس يعني ذكرنا ومع الشيخة سلام مساكين صدق كان بيستانسون أكثر. يلا إن شاء الله بعد تقريبا 4-5 شهور بنسافر مع الشيخة وسلام إن شاء الله دولة ثانية. إحنا دخلنا المول اسمه EM Couture. كان ستاربكس هني كيف حلو، كل شيء هني حلو. كم مرة أنا قلت حلو حلو حلو. شوف المكان كيف، شوفوا جلسات ستاربكس هني برا، مدلعين ستاربكس هني. شوكليت كيك وكافي. يلا قعدنا داخل، برا شوية حر فأحسن داخل.